من كوبيا قد تعلم في الجامعات الروسية، والآن أكثر من 250 مواطن كوبي يتعلمون في روسيا، فإن كوبا لا تزال من النقاط الأساسية للسياح الروس. ففي العام الماضي قد زار أكثر من 100,000 مواطن روسي الجمهورية الكوبية، وفي ديسمبر سوف يدخل حيز التنفيذ الاتفاق الجديد حول تسهيل نظام تأشيرة الدخول بين الدولتين بشكل متبادل. Об упрощении взаимных визовых формальностей. При обсуждении أجندة الدولية والإقليمية، نحن قد تأكدنا على تشابه وجهات النظر بشأن مختلف المسائل، وأيضا قد أعربنا عن اهتمامنا المتبادل بتنسيق الخطوات المستقبلية في الحلبة الدولية، فإن كل من روسيا وكوبا كانت دائما تدعوان إلى تنفيذ واحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبما في ذلك احترام سيادة الدولة وأيضا مصالح جميع الدول وعدم قبول التدخل واستخدام القوة والضغطات والعقوبات وحدية الجانب. فنحن قد اتفقنا مع زملائنا وأصدقائنا الكوبيين حول تعزيز التعاون في مكافحة الإجرام العابر للحدود بالإضافة إلى الأمن السبراني، وأيضا إيجار المخدرات بالإضافة إلى تحديات والمخاطر الحديثة. فإن أصدقائنا الكوبيين أيضا يتفقون معنا على ضرورة توسيع الحوار مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الإقليمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر القريبي، وسوف يساعدوننا على ذلك. وفي الختام أريد أن أشكر السيد دياس كونيل، وأريد أن أشكر جميع أصدقائنا الكوبيين على المفاوضات المثمرة التي قد أجريناها، فأنا مقتنع بأنه ما تم التوصل إليه اليوم من الاتفاقات سوف يساهم في توسيع العلاقات بين دولتين وصلاتنا وصداقتنا، وشكرا لكم على حسن الاتباع. Estimado presidente Vladimir Putin, miembros de las delegaciones rusa y cubana de la Conversación Oficial, representantes de los medios de prensa acreditados en la Federación de Rusia. Esta visita para nosotros tiene una alta significación. إن هذه الزيارة بالنسبة لنا لها أهمية رمزية خاصة. إن هذه الزيارة بالتأكيد على أن استمرارية الثورة الكوبية والتزامنا بميراث قائدنا فيدل كاسترو روس من ميراثه استمرار وتوطيد العلاقات بين كوبا وروسيا. ولو لم يكن هذا سببا كافيا لنشرح لكم أهمية هذه الزيارة التي وأنا واثق ستكون معلما هاما في محادثاتنا اليوم، أريد أن أقول أن أمس عند قدومنا إلى موسكو كان البلد الأول الذي دعم كوبا في مقاومة الحصار منذ بداية الثورة. هنا تلقينا خبر انتصار كوبا في منظمة الأمم المتحدة، وهذا يضفي أهمية خاصة على هذه الزيارة. أعتقد أن المصادفات في التاريخ تؤكد على أهمية اللحظات. أجريت محادثات مفيدة جدا مع السيد فلاديمير بوتين، أكدت على التطور الممتاز لعلاقاتنا الثنائية، وتذكرنا الزيارة المثمرة للسيد بوتين إلى هافانا، واللقاء الذي تشرفت بلقائه في المطار عند قدومه إلى بلدنا. ومنذ ذلك الحين يبقى ويتوسع التبادل على المستوى الرفيع. أكدنا على أهمية علاقاتنا الثنائية وتنميتها، ويسرنا التوافق الكبير في آرائنا نحو نقاط جدول الأعمال العالمي ودور منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن التعاون في مختلف المحافل الدولية. وأنا ممتن لروسيا على موقفها الثابت ضد الحصار الاقتصادي التجاري لبلدي الذي يؤذينا،
وننوي تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية لتصل إلى المستوى العالي الذي يتمتع به علاقاتنا السياسية في مجال الطاقة والمواصلات والتعدين والتقنيات الحيوية. كل هذه نقاط لها أهمية في خطط تنميتنا. وأشكر الرئيس بوتين على استعداده ومنذ بداية تسلمي للسلطة في تعزيز التنمية الصناعية لكوبا التي تتحقق من خلال مشاركة روسيا في مشروع تنمية كوبا حتى سنة 2030 وما بعدها. وأكد على أهمية علاقات الصداقة بين بلدينا التي تعكس أساس علاقاتنا الثنائية. التصريح الثنائي الذي وقعنا عليه